يا مساء الورد والجمال على كل مشاهدين قناة اي تي سي وبرنامج انتي. مساء الجمال والنور عليك يا نور. مساء الجمال والسعادة والألوان الحلوة عليك يا مي. ومساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. طبعا انتوا عارفين انكم تقدروا تتواصلوا معنا من خلال أرقام التواصل اللي موجودة قدامكم دلوقتي على الشاشة، وكمان تقدروا تبعتوا لنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. النهارده بقى يا نور شكلها في خناقه. انا عارفه رايك من قبل ما ابدا. والله النهارده ايه؟ والله النهارده ايه؟ التلات. انا قايله لك من يوم الاحد ايه؟ ان احنا التلات اليوم اللي لازم نتخالف فيه، معروفه لازم نختلف ما فيهاش. النهارده بقى يا جماعه هنتكلم معاكم في موضوع مهم جدا للستات والرجاله، اعتقد ان هو سبب في مشاكل كتير قوي ممكن تحصل بينهم، وهو باسورد التليفون. في ناس بتشوف ان هو مش حق حد خالص يكون معاه باسورد تليفوني، حتى لو كان جوزي او لو كانت مراته، لان دي خصوصيه. وفي ناس بقى شايفه العكس، ان الست جوزها مفيش حاجه بينهم اسمها خصوصيه وعادي، وان يكون في بينهم اسرار، والجو ده كل واحد فيهم معاه باسورد التاني. انت ايه رايك يا نور؟ عارفه والله من غير ما تقولي. طب بتساليني ليه؟ بتحرجيني قدام الناس عايزه تعرف. ليه تحرجيني قدام الناس؟ ينفع كده؟ لا بصي، انا رايي انت يعني عارفاه. لا بس بصراحه انا ضد الناس اللي بتقول انه عادي انه ما فيش خصوصيه ما بين الراجل والست، وانه عادي كل واحد يبقى معاه الباسورد بتاع التاني. طب بصي انا هقول لك على حاجه، هقول لك ليه انا ضدها. والله مش عشان حاجه ولا فيمينست ولا حاجه خالص. بس بصي دلوقتي انت مش عندك جروب مثلا ليك انت واصحابك، او ليك انت والعيله بتاعتك، ليك انت واخواتك، واكيد جوزك عنده حاجه زي كده مثلا. يعني حسن. مش انت مي بالذات، انت او انت اي ست او انت اي بنت ممكن تكوني مخطوبه. مش في كده؟ في. طيب ما هالجروبات بتاعت الرجاله او الولاد او الشباب هم بيبعتوا عليها حاجات وهزارات واسرار مثلا هم مش عايزين يحكوها قدام كل الناس، بيتكلموا فيها مع بعض. وكذلك برضو جروبات البنات او جروبات العيله الخاصه بيا مثلا او الخاصه بيكي كبنت، برضو الحاجات دي خاصه. وبعدين ثواني، ساعات مش بتجربي مثلا حاجات، بتصوري تبقي مثلا ليكي صاحبه محجبه او حاجه، وبتجرب حاجه وهدوم او لون شعر او قصه شعر وبتصور وبتبعت لك. لو هو معاه الباسورد وعلى طول فاتح تليفونك وداخل عليه عواف كده على طول، ما بيخش من غير لائحم ولا دستور زي ما بيقول، ما حضر لك رد، ينفع يدخل يشوف صورته؟ انا عارفه ان دي امانه. دي امانه. لا لا بصوا يا جماعه، اساسا كده كده لازم يكون في خصوصيه في موبايلاتنا اصلا، بعيدا عن جوزي ومراتي ومش عارف ايه. انا ما ينفعش كواحده محجبه ابعت صورتي من غير الحجاب مثلا على جروب. طب ما هو انا ممكن كده بعرض نفسي انه الصوره دي تتشاف باي شكل من الاشكال، موبايل اتعمل له هاكينج، او اخدتي الموبايل تصلحيه. قيسي بقى على كده كل حاجه. ما هي هتبعتها لك لوحدك يا مي. ما انا بقول لك ما تبعتيش. هي محجبه وانت مش محجبه. لا يا حبيبتي، انت بتقول لك ايه رايك في اللون ده اعمله؟ نخلي بالنا، والله نخلي بالنا ما نبعتش حاجه على موبايل حد، حتى لو كانت صاحبتك المقربه، صوره خاصه ليكي، او نبعت سر على جروب، او نبعت اي حاجه، لان دي اصلا على فكره ممكن تعرضك انت اساسا كده كده للخطر. فانا ضد مبدا ان احنا نبعت اي حاجه على موبايلات بعض احنا مش واثقين فيها، او حتى لو احنا واثقين فيها. الموبايل ده مش ممكن يتعمل له هاك؟ الموبايل ده مش ممكن مثلا حد ياخده يصلحه؟ ممكن يتسرق، يحصل اي حاجه. فكده كده انا ضد الموضوع ده. ها ايه تاني؟ لا انا هقول لك على حاجه بقى. انا فلتت منها. ثواني، انا مش عايزه اختلف معاكي النهارده توتالي. انا موافقاكي جدا جدا على كل كلمه قلتيها، بس الى ان ده يحدث بقى مين بقى؟ يعني هل كل الناس سامعانا دلوقتي؟ هل كل الناس مركزه جدا جدا؟ هل كل الناس هتسمع الكلام في انهم ما يبعتوش يا مي؟ لا طبعا، هتبقى في واحده مثلا بتجرب حاجه، بتقيس حاجه، بتدور، بتلجا لصاحبتها اول حاجه، ما بتفكرش فيها على طول، تبعت لصاحبتها. فايه الان يحدث ان هم يبطلوا يبعتوا؟ وامسحي، ابعتي وامسحي. الاوبشن ده على فكره نازل على الواتساب. انا اعدلها بقى. نازله في الموبايلات، ابعتي وامسحي. هو انا هي هتفضل تبعت لي وانا افضل امسح ومش هنخلص؟ كل ده عشان خاطر ما ادي الباسورد؟ مش هدي الباسورد. كل برضو مش هدي الباسورد برضو. مش هتدي لازم يكون عشان تعرفي ان انت مش موافقه على المبدا اساسا. هو لا 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 هو بصراحه كل اصل بصي ده الموبايل ده يعني كل حاجه. يعني كل حاجه تخصني وتخص كل الناس اللي موجوده على الموبايل ده.
فعلا يعني انا بجد اصل هيكون ايه أنا هيخصهم ايه يا جماعه بعتولي قولولي ايه الحاجات الاسرار اللي ممكن تكون موجوده في الموبايل انت مش عايزه جوزك يعرفها. انا قلت في يعني ايه الاسرار يعني ممكن تقولها حاجات ثانيه انت مش عايزه جوزك يعرفها. ادي موبايل ادي له الباسورد. تحبي تاخدي الباسورد دي دلوقتي؟ طب خلاص انا هقول لك على حاجه انا هقول لك على حاجه عشان ايه عشان هي عشان مفيش حاجه تستخبى جايه من ناحيه ست عشان هي جايه من ناحيه ست الراجل الراجل لما يدي الباسورد بتاعه يبقى موبايله كده سداح مداح ده مش هيعمل له هو مشاكل كل شويه بقى مين اللي بعتت لك المسج دي ايه ده رقم مين انت بتكلمها ليه مين اللي عمل لاف عندك مين اللي بعت لك مش عارف ايه برايفت الصوره دي صوره مين كل الحاجات دي بقى ليها مش أصلاً. هتجيب له وجع دماغ تعمل له ليه اصلا حاجه احاول اجيبها لك من ناحيتك انت اهو ما كده تعمل له ليه اصلا ما هو مش خلاص ما انت شايفه ان يبقى معاهم الباسوردز بتاعت بعض انا معاهم الباسوردز بتاعت بعض يعني خلاص الموبايل بقى متاح افتح وادور براحتي اخد لا الموبايل لا هو ممكن الراجل ما يديش لمراته الباسورد لا 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 اقول لك ليه لا ده انت بقى يا مي عايزه بقى الف لك واسيب الكادر كله لا 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 ايه الكلام ده اقول لك ليه الرجاله بينهم وبين بعض انت عارفه بيبقى في حاجات كده ايه انت هتاخدش حيائك اساسا لو شفتيها او سمعتيها